بني هاني وفيصل ابو شنب. اذا على بركه الله الحكم السعودي فيصل البنوي يطلق السافر الاعلان عن بدايه مباراه منتخبنا الاولمبي امام المنتخب الاردني الشقيق الاولمبي. منتخبنا الاولمبي عائد لوسط المنتخب الاردني يحاول ان يفعل الاطراف بشكل كبير لوجود لاعبين مميزين على مستوى جهتي اليسار واليمين لمنتخب الاردن بتواجد امين الشناينه بالاضافه الى الاردن الاولمبي. من يحقق الانتصار في بدايه المشوار؟ ومرت الى الخارج، مرت الى الخارج، مرت الى الخارج عن طريق احمد مكنزي. احمد مكنزي كوميل سعد ليدستار السويسري وعلي الموسوي كوبنهاجن الدنماركي. وهنا محاوله منتخب الاولمبي خطيره، خطيره الله، بلنت بلنت حسن يسجل لمنتخبنا الاولمبي. الله على بلنت حسن، هدف اول، العراق يسجل في مرمى المنتخب الاردني، منتخبنا العراقي في الفرصة الوحيدة لمنتخبنا على مرمى المنتخب الاردني يستغل اللاعب بلنت حسن ليسجل اول اهداف المباراة لمنتخبنا الاولمبي على حساب المنتخب الاردني. الله على بلند يحضر داخل منطقة الجزاء ويسدد على يسار حارس المرمى احمد جعيدي ليعلن منتخبنا الاولمبي افتتاح التسجيل على حساب المنتخب الاردني امام فرحة الجماهير العراقية. كان هو اللي نتمناه، البداية القوية لمنتخبنا على حساب المنتخب الاردني، وخطر للمنتخب الاردني وركلة جزاء والحذر من امين الشناينة، ركلة جزاء يحتسبها الحكم السعودي فيصل البلوي في اقل من دقيقتين. يعني العراق سجل ولكن الرد ياتي سريع للمنتصر على خطا، لاحظ لاحظ داخل منطقه الجزاء ومنتظر محمد يرتكب خطا داخل منطقه الجزاء. لك حارس مرمان الحارس كوميل سعد لانقاذ المرمى، وهنا يتقدم ويسجل هدف التعادل، هدف تعادل للمنتخب الاردني عن طريق اللاعب محمد ابو النادي، ويضع الكره على يمين الحارس كوميل سعد، وهدف تعادل للاردن، هدف تعادل للاردن، هدف تعادل للاردن بعد اقل من دقيقتين. المنتخب الاردني يسجل هدف التعادل في مرمى منتخبنا الاولمبي. 1-1 اصبحت النتيجه. كره عادت للوسط، مصطفى عمليه تغيير اللعب، هناك على الطرف الايمن الموسوي ينقل الكره الامام الى نهاد داخل منطقه الجزاء. الله على الاوندي، حسين عبد الله يسجل هدف ثاني، روعة الهدف. الله 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 على منتخبنا الاولمبي، الله على العراق في هذه المباراة، الله على هدف ثاني، على هدف ثاني حسين الاوندي يسجل لمنتخبنا الاولمبي برأسية لا تصد ولا ترد، صعبة على حارس المرمى للمنتخب الاردني. بالرأس وبعد ذلك زيد عملية الإبعاد، عادت منتخب الأردن، علينا أن نكون حذرين، والقائم الأيسر أوه 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 المنتخب الأردني، خطيرة للمنتخب يسدد كويت حتى الآن ما بين منتخبنا والمنتخب الأردني. لاحظ التسديدة من مهند أبو طه، ردتها القائم الأيسر، ردها القائم الأيسر لمرمى منتخبنا. لاحظ الإعادة صعبة كانت على كويت في بغداد السلام، بغداد المحبة. كرة النقل للأمام منتخبنا الأولمبي، ممكن ثالث. الله 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 الله، أوعى كرة تسديدة قوية لكن الحارس، الله على كرة، الله 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 على علي، الله على الموسوي، الله على كرة رائعة وتسديدة قوية لكن أحمد، أحمد دون أن يهاجم على مرمى منتخبنا لكن قطع. مصطفى يحاول يمر، مصطفى عن طريق الجانب الايمن، مصطفى سعدوني هي كره لعلي الموسوي، ممكن يمر الموسوي، ممكن يمر، عنده تسديده في الشوط الاول انقذ حارس المرمى ومرت، مرت الى خارج الملعب لركنيه لمنتخبنا الاولمبي. الجمهور بدا يحضر بقوه في ملعب المدينه الدولي اللي يتسع ل 32,000 متفرج، ومرت لحارس المرمى. احمد بدايه الشوط الثاني، هذا الريالات ومحاوله على التسديد، هدف تعادل، هدف تعادل للمنتخب الأردني، هدف تعادل، هي دخلت للمرمى منذ البداية
منذ البداية وفرحة لاعبي المنتخب الأردني بهدف التعادل الدقيقة 50. المنتخب الأردني يعدل النتيجة بخطأ لحارس مرمى منتخبنا الأولمبي كميل سعد، يخطئ حارس مرمى منتخبنا توقيت هذه الكرة، وبالتالي حكم عملية المرور. الآن المنتخب الأردني يحاول أن يهاجم بقوة، يحاول أن يصل إلى هدف ثالث، هدف ثالث، لكن الحارس كميل ومهاجم المنتخب الأردني اللاعب رزق بدأ. لاحظ الإعادة، لاحظ التمريرة داخل منطقة الجزاء. تغييرات مدرب منتخبنا راضي شنيشن في هذه اللحظات، عملية الإبعاد، محاولة خطيرة. الآن الأردن يحاول، والحارس كميل سعد منتخب الأردن، خطيرة للمنتخب الأردن. منتظر اللي اشترك قبل لحظات على جهة اليسار، هجوم الآن منتخبنا الأولمبي، ممكن ثالث داخل منطقة الجزاء، خطيرة، الله، خطيرة زيدان ضاعت على زيدان عبد الجبار. نتمنى أن لا تكون هناك ثغرات دفاعية، يمكن المنتخب الأردني أن يسجل هدف ثالث، وركلة جزاء لمنتخبنا، ركلة جزاء لمنتخبنا. لكن ماذا يقول حكم المباراة البلوي الحكم السعودي؟ لاحظ القرار، يبدو لي أشار لوجود خطأ للمنتخب الأردني، يبدو لي أشار اللي ترك المباراة عند هدف في هذا اللقاء، أول أهداف العراق. كرة داخل منطقة الجزاء، حسين لاوندي ممكن الآن نهاد يحاول أن يصل الكرة، لكن ينقل الكرة لأمام الجعيدي، أقرب ليوسف الإمام، خطيرة المنتخب الأردني. وكميل اليوم أخطاء في الشوط الأول، هناك أخطاء في الشوط الثاني، أيضا أخطاء حارس مرمانا أخطأ، يعني ممكن أن تعالج من خلال المباريات القادمة لمنتخبنا. في الدقيقة الأخيرة منتظر حاول يحقق كرة داخل منطقة الجزاء، ركنية لمنتخب راضي، غير راضي، راضي مدرب منتخبنا الأولمبي بهذا التعادل، بهذا التعادل. الآن سنفكر في مباراة الإمارات، هنا مشاهدي ومتابعي قناة الرياضية العراقية وإذاعة جمهورية العراق، حكم اللقاء فيصل البلوي حكم المباراة يطلقها للنهاية، الكاملة، لقاء منتخبنا الأولمبي العراقي والمنتخب الأردني الأولمبي الشقيق، وتنتهي المباراة بالتعادل 2-2 ما بين الفريقين، ليتقاسم الفريقان نقاط هذه المباراة، نقطة لكل منتخب بانتظار لقاء الفريقين القادم مع منتخب الإمارات يوم الأربعاء ويوم الجمعة مع منتخبنا الوطني. نلقاكم أحبتي في موعد قريبة ومباريات قادمة، تقبلوا كل التحيات مني معلق المباراة جمال الدراجي.